السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم متابعين كرام تابعي قناة من آخر خلاص. معكم محمد نور الدين. موعد مباراة ريال نادي ريال مدريد اليوم بإذن الله تعالى أمام نادي إليتشي. مباراة في الجولة اللي احنا فيها دي، الجولة 21 من الدوري الأسباني. طبعا المباراة هتتلعب الأربعاء لسبب بسيط، إن ريال مدريد كان بيلعب في كأس العالم للأندية أثناء يعني سر الجولة يوم السبت والأحد والاثنين. متابعين الكرام، ريال مدريد في مواجهة إليتشي اليوم الأربعاء 15/2/2023 الساعة 10 مساء توقيت مصر وليبيا والسودان، الساعة 11 مساء بتوقيت مكة المكرمة السعودية والكويت وقطر والبحرين واليمن والعراق والأردن وفلسطين ولبنان وسوريا. المباراة بعدها الساعة 12 منتصف الليل بتوقيت الإمارات وعمان، والساعة 9 مساء توقيت تونس والجزائر والمغرب، والساعة 8 مساء بتوقيت جرينتش وموريتانيا. قناة نقل المباراة قناة بين سبورتس اتش دي 1 الأولى العادية، والمعلق يوسف سيف. ملعب المباراة ملعب سانتياغو برنابيو، الجولة 21 من الدوري الأسباني. اشترك في القناة، فعل زر الجرس، اعمل لايك الفيديو. كان معكم محمد نور الدين، نراكم في فيديو اخر بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.